اهلا وسهلا بحضراتكم. دي حلقه بتتكلم عن الريبليكابيليتي كانت في الترتيب تاليه على طول لحلقه الاوبجكتيفيتي، وهتبقى الحلقه اللي بعدها على طول عن الجنراليزابيليتي. طيب يعني ايه ريبليكابيليتي؟ ايه كلمه ريبليكابيليتي دي؟ تاني احنا بنتكلم على هل يا ترى هي هول مارك يعني فاليو ادد تضاف للريسيرش، ولا ات از ا ماست يعني هي كاركترستيك. خلي بالك لان بعض الكتب هتبقى بتقول لك ان كلهم هول ماركس وخلاص، وبعض الكتب هتبقى تقول هي كاركترستكس وخلاص. لا، احنا عايزين نفرق ما بينهم. انت مش ملتزم كريسيرشر غير انك تفكر وتشوف المناسبه ليك ايه لازم تعملها، ولا مانداتري يعني، ولا يا ترى هول مارك اضافيه. فهنا بيقول مثال: let's suppose that the researcher او the manager based on the results of the study ده حد خلص concludes اهو طلع conclusion. بايه؟ ان البارتيسيبيشن ان ديسيجن ميكنج، المثال اللي احنا ماشيين بيه ده طول الوقت، is one of the most important factors. factors هنا يعني variables. طبعا احصائيا في فرق ما بين الفاكتور والفاريبل، بس مؤقتا هنمشيها لان احنا في الاول على انه variable that influence the commitment of employees of the organization. كويس. most important دي بتفكرك بايه؟ هل كده معناه ان دي hypothetical statement تم فحصها؟ لانه بيكونكلود. فدي هايبوثيتيكال ستيتمنت كانت موجوده في منطقه الريسيرش ديزاين، جمع لها داتا، جمع داتا عن الديسيجن ميكنج، بارتيسيبيشن ديسيجن ميكنج، وجمع داتا عن الكوميتمنت، وراح للاناليسز وحلل، ومن التحليل ده بشكل اوبجكتيف طلع كونكلوجن. الكونكلوجن بيقول ايه؟ انها ده موست امبورتنت. طب فين هنا العلاقات؟ هنا بيقول ان في علاقه بارتيسيبيشن ديسيجن ميكنج بتاثر. طيب رقم 2 في اماونت؟ لا مفيش اماونت، مش شايفين اي اماونت لا بوقت ولا بفلوس. طيب في بوزيتيف نيجاتيف؟ لا ما قالش بوزيتيف نيجاتيف بوضوح. امال قال ايه اللي اهم ويهمنا هنا؟ ده موست امبورتنت، وده مجرد مثال. موست امبورتنت يعني ايه؟ يعني كانه بيقول لك دي سيجنيفيكانت. قاسها ازاي؟ هنشوف في حلقات خاصه بالريسيرش ديزاين ازاي بنقيس بينج سيجنيفيكانت ولا لا. بيقول الريسيرشر ده خلص، وكان ده الريسيرشر رقم 1، ده الريسيرشر الاولاني خلص الريسيرش بتاعه. We'll place more faith and credence in these findings and conclusion if similar findings. هنصدق في الاوتكم اللي طلع من الريسيرشر الاولاني اكتر لو similar findings او conclusions يعني emerge on the basis of data collected by others employing the same method. هنصدق اكتر في الاوتكم بتاع ريسيرشر واحد لو طلعت لنا similar findings أو similar conclusions بناء على داتا جديدة، ولكن من ريسيرشرز آخرين استخدموا نفس الميثود، the same method. فالكيوردز هنا اللي تركز عليها similar findings، دي الحالة اللي بتعمل أو اشتراطات الريبليكابيليتي. others ناس تانية، يعني معناها ريسيرشرز أخرى أو ريسيرشز أخرى employing the same method نفس الطريقة. هي ايه السيم ميثود دي؟ سيم ريسيرش ديزاين يعني نفس الريسيرش ديزاين. That is we have more faith in the findings، مصدقين نؤمن اكتر بالفايندنجز دي of the study if the findings are replicated in another study او studies. Replication demonstrates بتعبر عن ان our hypothetical statements او hypothesis has kept فرد، او ممكن يبقى عندك hypothetical statement واحده يعني مفرد او جمع، have not been supported merely by chance. ما كانتش فقط على مقدار الريسيرش ده. امال ايه؟ لا are reflective true state of affairs of the population. امال ايه حكايه الافيرز of the population دي؟ يعني ده بيقول باختصار تاني ونرجع نشرحها: the results of the test of hypotheses should be supported again and yet again when the same type كانها the same method of research is replicated in similar circumstances. ومالناش دعوه دلوقتي هي هنا هول مارك ولا كاركترستيك. طيب تعالوا نفهمها تاني كده. ايه مكونات الريبليكابيليتي؟ مكونات الريبليكابيليتي similar findings employing the same method. طب الريسيرشر الاولاني خلص عن الكوميتمنت، طلعها ان هي البارتيسيبيشن في الديسيجن ميكنج فاريبل كريتيكال او موست امبورتنت، ومشي. وجه ريسيرشر تاني بعده في المكان، والناين اليمنتس او الكونتكست اتغير، وطلبوا منه يعمل الريسيرشر التاني ريسيرش عن الكوميتمنت. هيعمل ايه؟ تعالوا نشوف الجرافس بتاعتنا. ادي الريبليكابيليتي، وانا سايب لكم اهي الاوبجكتيفيتي فوق. اجي انا كده شويه. فانا سايب لكم الاوبجكتيفيتي فوق عشان نراجعها تاني مع مبدا الريبليكابيلتي. ادي مبدا الريبليكابيلتي. الريسيرشر، انا بتكلم على الريسيرشر رقم 2 دلوقتي، الريسيرشر الثاني ماله؟ الريسيرشر الثاني هيبتدي يفكر في البروبلم بتاعته ويطبق الساينتفك ريسيرش. يعمل ايه؟ بروبلم ديفينيشن. طب هو جه في نفس الشركه او في نفس الانفايرمنت، في نفس البلد، في نفس المكان، في نفس الصناعه، هل نفسها يعني اكزاكت ماتش؟ بنقول هنا خلي بالك، لو حسيت انت كريسيرشر رقم 2 ان انت جاي مكان ريسيرشر تاني او في ريسيرش تاني وفي سورت اوف اكزاكت ماتش شبهه قوي، طب خلاص ما تستخدم نفس الكونكلوجنز اللي قالها الريسيرشر الاولاني. مش معقول كل واحد يتعب يروح الصيدليه عند الصيدلي يقعد يعملوا دواء جديد. ما انت في حاله تشابه ما بينك وما بين الريسيرش اللي قبلك او المريض اللي قبلك، والتركيبه بتاعتكم وظروف العلاج وظروف المرض متشابهه، فلو سمحت خد الكونكلوجن ده على طول، ابلعه اللي هو طالع موديل او كونسبت او غيره. فالريسيرشر هنا يقعد يشوف، فلقى ان هو لا مش اكزاكت، لو اكزاكت كان اخد الكونكلوجن ده طبقه، لا شك شويه ان في شويه اختلافات بالدرجه، بيقول لا انا عندي حاله سيميلاريتي ما بين ده وما بين ده. سيميلاريتي يعني ايه؟ يعني مش 100% ماتش، which means ان في جزء بيدعوه طبعا لشيء من الاختلاف، ولكن مش كل جزئي، يعني هيبقى عنده فاريبلز ثانيه، او حتى لو نفس الفاريبلز العلاقات هتختلف، ممكن يبقى في اماونت مختلفه، دايركشن مختلف، سيجنيفيكانس موجود او مش موجود، وهكذا. السيميلاريتي دي دعيته ان هو يراجع لتريتشر. لما راجع الليتريتشر هيكون قرا طبعا الريسيرش اللي فات ده لانه اطلع عليه بما انه بيعمل ليتريتشر ريفيو، انما قرر عن وعي وبصيره واختيار انه يستخدم the same method employed او used by الريسيرشر تاني اللي قبله اللي هو رقم 1. فعندنا حالة تشابه، معناه انه 6 7 8 9 elements متشابهين بس مش في مكوناتهم بالتفصيل، ولقى سيميلاريتي مع الليتريتشر وعجبه الديزاين اللي عمله الريسيرشر رقم 1 وقرر يستخدمه. انما ديفينتلي لما يجي يجمع داتا هيجمع داتا جديده، هيروح هنا يجمع حرف الدي اهو، هيجمع دي نيو داتا ونيو اناليسيس، يعني هيعمل داتا جديده، لانه لو استخدم الداتا القديمه بقى كانه بيراجع بقى. لا احنا مش بنراجع، احنا بنعمل ريسيرش جديد في مكان اخر بس الظروف اتغيرت، حتى لو في نفس المكان بس في تغير في الظروف عن المكان اللي احنا فيه قبل كده قبل الزمن، لانه خلي بالكم واحده من المكونات عندنا التايم في الناين إليمنتس، فمرور الزمن في حد ذاته يدعوك لعمل ريسيرش جديد، بس وريلنا ان في سبب وداعي لده في البروبلم ديفينيشن. فهيجمع داتا جديده تطبيقا لمبدا الاوبجكتيفيتي، جمع داتا جديده يبقى لازم يعمل اناليسز للداتا دي، مش للداتا القديمه، لا للداتا دي. طيب الطبيعي او يعني المتوقع انه يطلع ريزلت ديفرنت. طب يطلع ديفرنت ليه؟ ايوه لانه احنا جمعنا داتا جديده، فجمع الداتا في حد ذاتها الجديده دي قد تدينا نتيجه مختلفه، او لان في عدم تطابق، ما عندناش حاله الماتشنج 100%، هنا في جزء من الماتشنج اللي هو بنسميه سيميلر 70-80% ايا كان مقداره بشكل عام دلوقتي. طب العجيب والغريب ايه؟ مش انها طلعت ديفرنت، الغريب ان هي طلعت نفس الريزلت اللي قال عليها الريسيرشر الاولاني. الريسيرشر الاولاني كان قال ايه؟ عندنا هنا قال والله ده البارتيسيبيشن في الديسيجن ميكنج از ذا موست امبورتنت. فالريسيرشر الثاني طلع معاه نفس الكلام ده. طب تعالوا نعيد تاني، افترض معايا الريسيرشر رقم 3 وبقى اللي فوق ده هنا يمثل ريسيرشر 1 و2، وقالوا له تعالى يا عم اشتغل في الريسيرش ده في نفس الشركه دي، بس الشركه مر عليها زمن تغير في الناين إليمنتس، اتغير فيها النظم الاداريه، المانجمنت ديسيجن ميكنج او البروسيسز اللي فيها، ده تغير. يمكن غيروا التركيبه بتاعه الملكيه في الشركه، وبالتالي ممكن يكون الشكل القانوني اتغير، ففي سيميلاريتي مفيش 100% ماتش. لو حسيت كريسيرشر بخبرة علمية وبقراءاتك وبداية التكوين لمكونات الريسيرش انه تشابه لدرجة التطابق، لا طبق السولوشن القديم اللي موجود هيبقى مناسب بالنسبة لنا. لو حسيت لا، يبقى اذا بنقول لك كمل اعمل ايه؟ define problem definition، وورينا similarity مع اللي فات شبهه في ايه واختلافك انت اللي هتشتغل عليه، وهتلاقي literature مختلفة او جديدة. قرر لنا بقى هتعمل your own design ولا تستخدم الديزاين القديم؟ طبعا انك تستخدم الديزاين القديم ده قرار ولازم توريه لنا ولماذا وتشرحه جوه الريسيرش ديزاين. طب هتعمل انت نيو ديزاين براحتك وخد الريسك دي ومن حقك، وبنشجع ده، بس بنقول اطمن انها معموله بميثودولوجيكال ديزاين. لو عملت الديزاين القديم استخدمته طبعا مش هيبقى 100%، هيبقى عليك اضافات او ليك مساهماتك فيه للخصوصيه او الابلكيشن بتاعك انت. هجمع داتا جديده، لازم نيو اناليسيز. طلعت ايه؟ والله لو بالاخضر ده طلع ديفرنت، ده الطبيعي، ده مش ريبليكابيلتي. امال ايه اللي بيخليها ريبليكابل؟ الاجزاء اللي باللون الاحمر ده، انه سيميلاريتي سيم سيم. الله، ده الريسيرشر الثالث طلع اوت كام بيقول نفس الكلام. طب ده معناه ايه؟ معناه انه الريسيرش ديزاين اللي عمله الريسيرشر رقم واحد ريبليكابل. يعني ايه ريبليكابل؟ يعني قابل للتكرار، انه يطلع نفس النتائج تقريبا بنسبه كبيره قوي، سيميلر يعني، او فيري فيري سيميلر كونكلوجنز، لدرجه ان ممكن نسميها ذا سيم حتى لو في اختلاف شويه في الارقام. بالدرجه ان احنا بقينا مصدقين ان شغل الريسيرشر الاولاني قابل للتكرار في ظروف طبعا شبيهه. امال لو اختلفت؟ لا، دي حاله ثانيه. طب لو تطابقت الظروف؟ لا، نستعمل كونكلوجن القديم وخلاص بتاع اي ريسيرش سابق، والا هنقعد كل حاله متطابقه مع اللي قبلها نعملها ريسيرش من اول وجديد، ومش ده اللي مطلوب في الساينتفك ريسيرش. ده احنا عايزين نقرا ساينتفك ريسيرش كويس عشان نطمن ان انت يو ار نوت ري انفنتنج ذا ويل، او بتعيد اختراع العجله وتعمل لنا حلول اوريدي موجوده وعارفينها، فاستهلكنا وقت وطاقه وضيعنا مجهودنا، بدل ما نحل مشاكل حقيقيه عايزينها للواقع بتاعنا، بقينا بنحل مشاكل موجوده اصلا وموجوده حلول ليها، which is not recommended by any means. فريبليكابيلتي هي similar context او problem definition using the same research design previously within the literature and then generating the same او similar conclusion. لو حصل ده هنبتدي نصدق انه في حاله ريبليكابيلتي للريسيرشر الاولاني، وطبعا مش هنعرفها غير بعد مرور عدد من الريسيرشز على ده، قد تكون طبعا للتقريب يعني بالمئات او بالالاف، مش هنقدر نقول عدد دلوقتي، انما هي مش بالاحاد، مش بسهوله 1 و2 و3 نبتدي نقول ريبليكابل. ريبليكابل دي معناه حصل تعدد شويه في مكونات الريسيرش ديزاين، واسف في مكونات البروبلم ديفينيشن، بالدرجه ان انت بقيت بتدرس شركات شبيهه في صناعات شبيهه في بلاد شبيهه في نفس الايه الكونتكست ده. كده محتاجين نفكر، يا ترى الريبليكابيلتي كاركترستيك يعني لازم اعملها انا كريسيرشر؟ الريسيرشر الاولاني هل مطالب بيها؟ الريسيرشر الثاني هل مطالب بيها؟ الثالث هل لزاما على الريسيرشر الاولاني انه كان يعمل لنا ريسيرش ريبليكابل ينفع يتطبق في سيميلر سيركمستانسز؟ ولا هول مارك لو عملها الريسيرشر تبقى فاليو ادد؟ فكر. نلتقي في الحلقه اللي جايه ونقيم في الاخر خالص ال8، يا ترى مين فيهم كاركترستيك ومين هول مارك. شكرا جزيلا.